طبعا في قضاء الصلاة لمن تركها متعمدا خلاف فقهي، فمن أهل العلم من قال بوجوب قضائها قياسا أولويا على النائم والناس، إذا كان من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فمن باب أولى من تركها عامدا قاصدا إلى 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 تركها من باب أولى هي يقضي. ومن أهل العلم من قال إذا تركها عامدا فقد مضى وقتها ولا سبيل إلى قضائها، ولا يجبر هذا إلا بالاستكثار من النوافل وسائر الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات، والاحتياط يعني قضاؤها عملا بالاحتياط وخروجا من الخلاف.